شهدت مدينة عمان مؤخراً معرضاً للكتب، الكتب المستعملة. المطبوعات كانت قديمة والعناوين جديدة، أغلبها على الأقل اعتبرت في متناول الجميع. فكيف كان الإقبال؟ وهل يهتم القارئ العربي فعلاً ما إذا كانت المطبوعة جديدة أم لا ما دام العنوان مهمة؟ حسين الراشد يستطلع بعض آراء زوار هذا المعرض. بعدما كانت هذه الكتب تفترش الأرصفة والبسطات الصغيرة وتنام بين الأخشاب القديمة يعلوها غبار الزمن، لا تراها عين ولا تلمسها يد ولا تغفو على صدر يعشقها، ها هي اليوم تصحو كشمس الضحى، لها منظمون ومحبون وقد أقاموا لها معرضا، له رواده وعاشقوه، لتبدأ رحلة فتح المغلق وتفصيل المجمل وإضاءة ما أظلم من جديد في معرض الكتاب المستعمل في الأردن عمان. أول مرة بزور المعرض، فتعرفت عليه على الفيسبوك وشايف في تنوع بالكتب والمصادر الموجودة. من خلال هذه المعارض تمكننا خلال الفترات الماضية من رفع سوية القراءة لدى المتلقين، من تنويع قراءاتهم ومن إضافة قراء جدد إلى منسوب القراءة في الأردن. المعرض كثير رائع، عناوين كثيرة في مكان واحد، بالنسبة للأسعار كثير رمزية، ويريت إنه تتكرر هاي التجربة كل فترة. أنا متنوع كثير وفي أشياء كثيرة للقارئ اللي بحب يقرأ في أي موضوع، كونه في رواية، في كتب دينية، في كتب التاريخ، في كتب اللغة الإنجليزية، يعني بيخدم فئة كبيرة وعريضة جدا من المواطن العربي اللي بيحب يقرأ وبيستمتع بالقراءة. تستهويني في هذه المعارض عادة الكتب التي تتحدث عن النماذج الناجحة من البشر والتي يمكن أخذ الدروس والعبر منها وممكن أن تفيد الشباب العربي. هاي أول مرة بجي فيها لمعرض الكتاب الشامل جاليري رأس العين. المعرض كتير منيح، حلو، في تنوع بالكتب كتيرة والأسعار كتير مناسبة، يعني لطلاب جامعة ولخريجين، يعني في مقتدر إيد أي حدا بيقدر يشتري هذا الكتب. فكرة كتير حلوة هون عنا بالأردن صير عنا معرض زي كتب وشجع الناس على القراءة. الكتب اللي بتستهويني هي زي نيكولاس سباركس وجون جرين وماركس. يعني I'm into English books أكثر من العربية، عشان بحس إنه أنا جوا الكاركتر، جوا الكتاب نفسه، بعيش عالم الكاركتر نفسه، وبتمنى ضلوا يعملوا دائما هذا الشيء وأسعار جميلة يعني ومقبولة. أنا ملاحظة إنه في إشي زي هيك هون. أول تجربة لي كانت إني أستخدم أجي على المستعمل، على الكتب المستعمل. عادة بروح البوك ستور اللي في المولات، بتلاقي إنه كتير الأسعار هناك مرتفعة شوي. هون إجيت ولقيت كتير تجربة ممتازة صراحة، ممتعة جدا. كل الروايات اللي أنا بدي إياهم كانوا موجودين، ولا رح أضل أجي. أنا مبدئي في الحياة مثل ما قال المتنبي قبل مئات السنين، وخير جليس في الزمان كتابه. في ناس بيحبوا يقرأوا حاليا من الانترنت، لكن أنا بالذات بحب أقرأ من الكتب. ومن أحيا كتابا فكأنما أحيا العلوم جميعا. لبرنامجي أنا الشاهد، محمد حسين الراشد، BBC عربي.